عندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم أنبأ الملائكة بذلك قائلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فماذا كان رد الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ انظروا إلى موقف الملائكة وكيف عبروا عنه بكل حرية، فكيف كان الرد الإلهي على كلامهم هذا؟ هل زجرهم على قولهم؟ هل أنبهم؟ على الأقل هل لامهم أو عاتبهم؟ لا والله، لا شيء من ذلك. لقد جاء الرد الإلهي بالحكمة والحجة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. تدبروا في هذا الرد، في الرد الإلهي وهو خالق كل شيء والكل بقبضته. فالقرآن إذن يؤكد بصريح العبارة على حرية الرأي والتعبير حتى معه جل شأنه، وباختصار على الحرية بصفة عامة.